خبر كاذب، برنامج جديد غادي يتبث عبر قناتكم الالكترونيه شوف تيفي. من خلال برنامج خبر كاذب غادي نعطيكم تفسير والتوضيح الحقيقي حول مجموعه من الاشاعات والاخبار الكاذبه اللي كيتعرضوا لها مجموعه من الشخصيات المعروفه، سواء فنانين سياسيين وحتى رياضيين. من خلال برنامجنا غادي نعطيكم الحقيقه والحقيقه فقط. مثلا يقدر الفنان او هذه الشخصيه المعروفه يتعرض لاشاعه حول الموت ديالو او لحادثه تير لا قدر الله، او كذلك تزوج بفلان ولا فلانه تزوجت بفلان. بغيتوا تعرفوا الحقيقه، ما عليكم غير تتابعونا على برنامجكم خبر كاذب قريبا على قناتكم شوف تيفي.